ومنتابع معكم هالحلقة من بموضوعية، وطبعا منتابع حوارنا مع السيدة فيولات الصفدي رئيسة جمعية أكيد فينا سوا. كنا وصلنا بالحوار حول الواقع بمدينة طرابلس. البعض بيقولوا أنه الحكومات المتعاقبة مثل ما ذكرتي حضرتك ما قدرت لحد هلأ تنهض بالمدينة، والمدينة بعدها لحد هلأ عم بتعاني على كتير من الصعود وعلى كتير من المستويات. أنت اليوم مثل ما عم نتابع من خلال وسائل الإعلام عم بتفوتي بقوة إلى الواقع الطرابلسي وبنوع من أنواع الحماسة، ما بتعتبري بشكل أو بآخر أنك متحمسة أكثر من اللزوم؟ كمان هون عم بهاجم. متحمسة أكثر من اللزوم؟ ما بعرف إذا متحمسة كتير، أكيد أكثر من اللزوم ما بعرف، منكتشف بحسب نجاح المبادرات اللي عم نقوم فيها. اليوم أستاذ وليد لما بتكون موجود بمكان ما، أقل شيء بتعمله أنك تقوم بواجبك. أنا اليوم ما عم بعمل شيء أكثر من اللي لازم أعمله، واللي هو واجب لإلي كبنت طرابلس وكشخص عم بعيش بين العالم وعم بعيش مشاكلهم وعم بشوفهم. وبالتالي ما بعتقد، يعني بدي أخذك مشوار معي على طرابلس لما عندك وقت، وأنا أكيد رح يصير عندك نفس الحماس إذا مش أكتر لما بتشوف طيبة هالعالم، لما بتشوف قديشهم حقيقة شعب ما بعرف طيب كريم، قديش مرقوا بظروف صعبة بيرجعوا بيقوموا وبيرجعوا بيكفوا. بقى ما بعتقد نحن عم نعمل شيء، يعني ما بدي ضلني كرر حالي أكتر من الواجب، ومتحمستلن ايه متحمستلن من كل قلبي. هذا كلام بالمطلق حلو جميل. الله يحفظك. بس بشكل او باخر. نعم. لا خليني اكمل طباوي كمان. ايه. بس بشكل او باخر يمكن، وخصوصا لامرأة رجل سياسي، يمكن منه واقع. يعني البعض بيقولوا انه بالنتيجة كل هذه الاعمال يلي عم بتقوم بها اليوم سيدات في المجتمع وخصوصا زوجات الرجال السياسيين، كل الهدف منها هي تقوية زعمات رجالاتهم فيما يتعلق فيك. يعني البعض بيقول انه القصد من كل هذه الاعمال يلي عم تنظم هي دعم، اذا بدنا نقول الثقل السياسي للنائب والوزير محمد الصفدي. انا بفهم كثير منيح التعليق استاذ وليد، لانه بكثير من الاحيان صحيح في كثير اعمال اجتماعيه وراها اهداف سياسيه. هلأ اليوم إذا العمل الاجتماعي دعمك بالسياسة مش عيب، ولكن أنا فيه أكد أنه مش هيدا هو الهدف، وإلا أنا كنت عملت هالإيفنت أو هالمهرجان من خلال مؤسسة الصفدي، ما كنت عملتها بجمعية أكيد فينا سوا. أكيد فينا سوا يعني اليوم أنا زرت كل السياسيين، زرت كل الفعاليات الدينية، زرت كل الأشخاص بالمدينة، أخذت رأيهم وطلبت أنه يكونوا شركة. لما بدك تستفيد بزعامة معينة ما بتطلب شريك، بالعكس بتجرب قد ما فيك تنجح وتحصد النجاح لنفسك. بعدين شغلة تانية بدي أقول لك إياها، آخر شيء عايزه النائب والوزير محمد صفدي بعد 16 سنة من مسيرته السياسية إني إجي أنا أعمل له نشاط تهو يستثمر بالسياسة. ما بعرف إذا بتعرف المثل، قال له قدي صار لك بالقصر، بل ذكرتيني بشأن امبارح العصر. بقى منه نطرني أبدا. لا عظيم، بس لا هالفصل، يعني هلأ وقت قلت إنه كنت عملتهم بإطار مؤسسة الصفدي الثقافية، إنه لا هالفصل، يعني لا إنه أذرت إنه يكون عندك جمعية أكيد فينا سوا وما عملت كل نشاطاتك من خلال مؤسسة الصفدي. لسببين، أول شيء مؤسسة الصفدي هي مؤسسة تنموية. أوكي، بتشتغل بالقطاع الاجتماعي وبتشتغل بالقطاع الزراعي، ما شغلتها تشتغل على السياحة وما بتتدخل بشكل مباشر مثل أكيد فينا سوا. هذا أول سبب. ثاني سبب، مؤسسة الصفدي بتشتغل مع شركة كدول، مع الدول المانحة، ولكن نحن اليوم عم ناخد شركة بأكيد فينا سوا، شركة محليين. يعني كان في فريق سياسي يكون شريك معنا، كان في اليوم حيلا شخص حابب يدعم المشروع يكون شريك معنا. هيدا العمل هو عمل جماعي من أجل هالمدينة، الهدف هو النهوض بهالمدينة، مش الهدف فردي. وبفتكر بقوله غدا لنظيره قريب. على كل حال ما دام حكيتي غدا لنظيره قريب، نحن كمان حكينا كثير، غدا الافتتاح، حكينا كثير عن الاعمال، حكينا كثير عن النشاط، بس بعد ما عرفنا المشاهد حقيقة على ما يحضر
طرابلس مدينة الأعياد. خلينا نشوف سوا تقرير للزميلي جورج حقيقي، مونتاج لينا حرفوش، ماذا يحضر لهذه المدينة ابتداء من الغد تحت عنوان جميل وجذاب وبراق هو طرابلس مدينة الأعياد. أكيد فينا نعيد سوا في طرابلس، فعلى مساحة 13 ألف متر مربع تمتد مدينة الميلاد في مدينة الفيحاء. هنا في معرض رشيد كرامي الدولي بدأت التحضيرات لأسبوع عيد الميلاد الممتد من 15 كانون الأول إلى 22 منه، والذي تنظمه جمعية أكيد فينا سوا أو Indeed Better Together. معرض الميلاد مقسوم إلى ثلاثة أقسام: قسم عرض البضائع والمنتوجات، قسم خاص بالأطفال، وقسم المهرجانات. في القسم الأول نحو 55 كشكاً على شكل منزل يعرض فيه المشاركون بضائعهم ومنتوجاتهم، ولكل منزل في المعرض موهبة وقصة. زهر الليمون هو قصة قديمة، قصة عشق لمدينة طرابلس، جربت جسدها بلوحات فنية، وهاللوحات الفنية استعملتهم على الجزادين. الجزادين هن مشوار عملته أنا والولاد وبنتي، وأخذتهم على قلب السوق بقلب طرابلس. آخر شيء طلع البروجي كله من شغل بنتي هيا، 35 صورة نقيناهم أحلى صور واشتغلت عليهم. صور هيا تحولوا لجزادين. صور هيا تحولوا لجزادين. بسوق طرابلس القديم حبيت صور كذا صورة تراثية لطرابلس، ومنهم الطربوش اللي هون اللي تحول على جزدان من فضل أمي الديزاينر، وهيدي الصورة بتعبر عن تراث لبنان طرابلس وأهمية طرابلس لألنا. حبيت أنا أشترك بالمعرض وفرجيكم شو عملت، يعني من شوكي مع الألسلاد عادي شكيتهم بالخرز وطلعوا كتير يعني بيشبهوا العيد بألوانهم الأخضر والأحمر. كل هيدول عملتهم أنا بإيدي، يعني أشياء حرفية يدوية بتاخد كتير وقت. عن جد عندي كتير آيتمز، يعني أشياء فيني بعد فرجيك إياها، بس بفضل العالم تجي شخصياً على طرابلس ويعملوا هالمشوار. معلش ما بياخدون كتير وقت، يجوا يشوفوا طرابلس على حقيقتها وعلى أنه شو هي طرابلس، مدينة التعايش المشترك، مدينة الحب، مدينة التسامح. يعني أنا بحس أنه إن شاء الله يعني بدها تجي إجر من بيروت ومن صيدا ومن الجنوب، يعني عن جد ناطرين يكون بطرابلس. طرابلس منا يعني تستاهل كل خير. دعوة مفتوحة للمشاركة في المعرض، وللأهل الذين يستصعبون زيارة المعرض برفقة أولادهم نطمئنهم: هناك جناح خاص للأولاد، سينما، كارتينج، مدينة ملاهن، وألعاب للأطفال. أما لمحبي الفن والمهرجانات فالمعرض أيضاً لم يستثنهم، ثماني حفلات بانتظارهم مع فنانين لبنانيين وعالميين. روح الميلاد لم تغب عن المعرض، فالمنظمون فكروا أيضاً بالمحتاجين، إذ يمكن لكل مشارك في المعرض أن يشتري الهدايا ويودعها في سانتاس فاكتوري أو معمل بابا نويل لتوزع لاحقاً على الأيتام والمحتاجين. ولمن يريد تشجيع جمعية Indeed Better Together يمكنه أن يشتري سواراً أو عقداً يذهب ريعه للجمعية التي تعنى بالمحتاجين والمسنين. في المعرض أيضاً يمكن للزوار أن يتذوقوا أشهى الأطباق في سوق الأكل. هذا داخل المعرض، أما خارجه فشجرة ميلاد مميزة بيضاء تجسد العيش المشترك في مدينة الفيحاء. شجرة فريدة من نوعها بلبنان وبعتقد بكل الشرق الأوسط، شجرة ثلاثية الأبعاد، رح ينعمل عليها إضاءة مع الشادو تبعها يعني خيالات، ورح بينعمل أشكال كتير فريدة عليها، ورح ينعمل بروجكشن بالتكنولوجي تبع 3D مابينج تشبه الشراع، لأنه طرابلس مدينة على البحر، طرابلس مدينة المنارة، مدينة الحرفيين كمان بالديزاين تبعها في كتير زخرفة بتمثل التعايش الإسلامي المسيحي. مثلا الفانوس الرمضاني موجود بزينة شجرة الميلاد، بتشبه لبنان اللي كلنا بدنا إياه، بتشبه رسالة السلام، رسالة العيش المشترك. هيدا الرسالة الكبيرة اللي جمعية Indeed Better Together أكيد فينا نعيد سوا هي حبت توصلها، ونحن هيدا الأساس اشتغلنا. شجرة فريدة من نوعها، نحن بكل تواضع برأينا هي أحلى شجرة ميلادية بلبنان، بعتقد رح تنزل على الانترناشنال كونتست وبإذن الله رح تربح.
باختصار هي قصة مدينة ظلمتها الحرب وشوهتها السياسة، لكن يجملها أهلها وأبناؤها الذين يصرون على العيش المشترك ويقولون أكيد فينا نعيد سوا. يعني لا شك أنه هالتقرير لا أضاء كتير بشكل حلو، غيرت رأيك على النشاط. أنا لأنه واجبي أنه أطرح أسئلة نقدية بالرغم من أنه حقيقة تابع بالأسئلة النقدية أنه عندكم حملة إعلامية كتير ناجحة، أو بالأحرى نشاط إعلامي كتير ناجح. يعني يمكن هون زميلتنا أمال ياس يعني بيّنت عن نشاط مميز على الصعيد. كان في دعم كتير كبير من الإعلاميين، لأنه حقيقة في رسالة كتير سامية وكتير مهمة من وراء هذا النشاط. طيب خلينا نبلش إذا انطلاقا من هالمشاريع الكبيرة يلي محضرة ضمن طرابلس مدينة الأعياد، بس أنت كيف رح تفتتحي أعياد نهاية العام من مدينتك الجديدة؟ بكرة مباشرة على الهواء على 6:30 منتركها مفاجأة. حقيقة مفروض يكون في شيء كتير حلو. بشكر كتير شركة آيس اللي هي عم تنظم هالنشاط وهالمهرجان. في مفاجأة كتير حلوة، بندعي الجميع يجوا يشوفوا إضاءة الشجرة بطرابلس، ونحن حابين أنه على بواب طرابلس يصير في عجقة سير، العالم تجي تشوف الشجرة، تتصور قدام الشجرة وتزور المعرض إن الله راد. سير عجقة سير بكرة أو كل ليلة؟ كل ليلة، كل بكرة ليلة. وكل ليلة ما منقبل أقل من هيك. طيب كمان بدي كمل معك، يعني أنه 19 الجاري مثل ما شفنا أنه رح يكون في يوم اليتيم. نعم. ليه هالعنوان؟ وهل يشمل فقط أطفال طرابلس أو أكثر؟ يعني بده يشمل ربما جميع الأيتام يلي بيجوا على طرابلس. لما قررنا نعمل هالمهرجان أستاذ وليد، نحن كتير عارفين منيح أنه طرابلس مدينة فيها أشخاص غير مقتدرين كتار. لهالسبب ما حبينا أنه هالمعرض ينوجد والأشخاص اللي مش قادرين يزوروه ما يقدروا يستفيدوا من الأعياد. لهالسبب أكيد فينا سوا تبنت 4000 طفل، 2000 طفل يتيم. كيف بنتهم يعني؟ رح أقول لك، من 20 جمعية تبنتهم بالمعنى المجازي، من 20 ميتم. الميتم معظمها من طرابلس، ولكن عنا كمان ميتم من صغرتا ومن الكورة. هلأ 2000 طفل، في عنا 1000 من 500 من جبل محسن، 500 من باب التبانة، حبينا نجمعهم سوا. وهيدي أيضا إشارة إلى أنه طرابلس هي مدينة سلام، رح يكونوا موجودين، رح يلعبوا ويستفيدوا من عروض بالمعرض. و1000 يتيم من الميتم الأخرى، وفي 2000 ولد من المدارس الرسمية كمان رح يقصدوا المعرض ويستفيدوا من عروضات خاصة، يلعبوا وياخدوا هدايا العيد. الهدف مثل ما قلت لك أستاذ وليد، أنه غير أنه بيعود ريع هالمهرجان كله للميتم وللمسنين، أيضا حبينا أنه يحتفلوا بالعيد وياخدوا هدية العيد. كان في حملة عملناها مثل ما بيقولوا دبوشة أوراي، يعني منا حملة كتير كبيرة، من الفم إلى الأذن، من الفم إلى الأذن إذا بدك باللغة العربية. كان ممكن كل شخص يشارك بمبلغ كتير صغير، تا هالطفل اليتيم، تا الولد المقتدر يتعلم أنه على العيد ممكن يشيل من إذا فينا نقول مدخراته ويهدي طفل تاني يتيم. المساعدات في كتير، لما انعملت انه نحن اليوم عم نشتري هديه للصفدي، لا انا ما عم بشتري هديه للصفدي، انا عم بشتري هديه لليتيم. وكانت حمله ناجحه. انا بدي اشكر كل الاشخاص اللي شاركوا فيها، واللي حابين اذا فينا نقول يعيشوا معنا العيد. شفنا بالروبورتاج، انا بشكرها كتير لجويس، هي صديقه، حكيت عن سانتاس فاكتوري، وفي محل ألعاب ممكن يشتروا هدية ويوضعوها بسانتاس فاكتوري وبيتوزعوا على الأطفال. هذا البعد الإنساني. هون رجعنا وصلنا إلى البعد الإنساني لطرابلس مدينة الأعياد. رح أخذ فصل إعلاني أخير لها الليلة ثم أستكمل هذا الحوار.